السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اوبن ارت، في شوية مزايا كويسة جدا، زي ان انا اقدر اقول له كرييت ايمج، فاديله برومت يحول لي الكلام او التكست اللي انا كاتبه ده لصورة. في ايديت ايمج يبدأ ان هو يعمل تعديل على الصورة. في ترين موديل، تقدر تعمل موديل ذكاء اصطناعي خاص بيك. تقدر تعمل كرييتيف اب سكيل، لو انت عندك صورة الجودة بتاعتها قليلة يقدر ان هو يكبر لك الصورة مع الحفاظ على الجودة وتحسينها. في اكسبند ايمج، بتديله صورة صغيرة هو يستنتج لك لو الصورة دي الكادر بتاع الكاميرا كبر ممكن يطلع ايه تاني معاها. في ايمج تو برومت هنشوفها مع بعض. تمام، طيب خلينا نختارها وهبدأ ارفع له صورة. وليكن مثلا الصورة ديت من داونلود، اخترت انا صورة الفراشة الجميلة ديت. هو بقى يستنتج الصورة دي ايه البرومت اللي انتجها. تمام، يعني انا لو لقيت صورة وعايز اديها للذكاء الصناعي عشان يعمل لي صورة زيها، فانا اقدر ان انا انسخ الكلام واديها له، ومش هيجيب لي صورة زيها خالص، يعني هيجيب لي صورة قريبة منها معتمد عليها، فمش هياخدها كوب بيست، لا هيبدع فيها ويجيب لي صور تانية. بدأ هو يكون البرومت، فزي ما انت شايف جاب لي برومت كبير جدا، فراشة ملونة ونجوم و والحاجات دي كلها. فتقدر تنسخ البرومت دوت، خلاص ده بقى موجود معاك، تقدر انت تستخدمه في اي برنامج من البرامج اللي بتحول برومت لصور، زي مثلا اوبن ارت. Done. هاجي هنا وادي له البرومت بتاعي بالشكل دوت، وممكن تقول له enhanced برومت، يعني طور لي في البرومت. هنا الموديل اللي هتختاره اللي هتشتغل عليه. هنا نتيف برومت، لو انت عايز تقول له استثني بعض الكلمات. وهنا ممكن تدي له صورة، ياخد الصورة دي ويعدل عليها. وانا اقول له كرييت، يبدا بقى يعمل لي صور جديده. فيعمل لي الصوره بالشكل دوت. ممكن نقول له كبرها لنا. طيب لو الصوره تمام وعجباك هتقول له بابلش، حس انها تبقى موجوده على صفحتك وعلى الصفحه بتاعه الموقع، الناس تقدر انها تشوفها. ممكن تستخدم ايمج تو ايمج، يعني اقول له خد الصوره دي عشان هعمل عليها تعديل معين. ممكن تقول له اكسباند، اكسباند يعني حاول تستنتج لو انا كبرت الفريم شويه من الاطراف هيظهر قدامي. تمام، فممكن بقى تختار زي مثلا كده، مثلا هو بيحاول يستنتج لو انا كبرت من ناحيتين ايه اللي هيحصل. تمام، بيقول لي هاي ريزوليوشن ديتيل، عايز تكبر هوريزونتال ولا فيرتيكال، وتقول له كرييت، فيبدا يعمل لك الصوره بتاعتك. فهو بيبدا يعمل الصوره وبيعمل التكبير بتاعها بالشكل ده. لو رجعنا هنا بتلاقي زي ما انت شايف في مثلا سكتش تو ايمج، تكون راسم انت حاجه بايديك فيعمل لها الريندر بتاعها. في مثلا الرياليستيك ايمج، ممكن تديله صوره مثلا رياليستيك ويبدا ان هو يخليها على كرتون. في تديله صوره مثلا يحولها لك على هيئه رسم بالشكل دوت. في اكتر من موديل موجود، تقدر انت تعمل موديل خاص بيك وترفع الصور بتاعتك، تدرب مثلا على صور قدماء المصريين فيبدا ان هو يشوفهم بشكل كويس. لو دخلت هنا على المودلز هتلاقي في مودلز كتيره، تقدر تختار اي واحده وتعمل لها رن وتبدا تشغلها. وفي ابس كتيره موجوده هنا تقدر تشتغل عليها او تعمل لها فولو بالشكل دوت. في مثلا تعمل ستيكر، مجرد تديله وصف يبدا يعمل لك ستيكر، تقدر انت تستخدمه في الشات مثلا. فاتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله، يستاهل التجربه.